السلام عليكم، معكم سيد محمد سيد حسين من قناة كلامكم برنامج قازرة. تعرفون برنامج قازرة؟ اللي يعرف قازرة يكتب لنا في تعليقات. تابعوا يعني الحلقة. الحلقة طبعا عن التعصب الرياضي، هذا اللاعب رافع ضغطه نزل له مصاري عشان ما نسرقه. تدري اللاعبين اصلا لو ايش اذا الدقائق الاخيره الجمهور ضد فريقه ينزل يضيع وقت واللاعب يرتفع ضغطه، صارت كذا مباراه ليش ما سجل جول بعض من الفريق بعض من الفريق لكن شوف وش لك داخل؟ كيف تغلب الشجاعة؟ السلام عليكم. يرجع عليه جول بايخ. ينزل عليه نزل. كراح. الحكم مسكي ما ينضرب. كل اللاعبين. ها شكله. ده المشجع. هذا اللاعب بعد. كابتن بام. لاعب. الدقائق الأخيرة أكيد هاي الدقائق الأخيرة ما تسوي لا فرقة فيها فرقة تاج مثل برشلونة وريال مدريد والهلال والنصر والأهلي وجدة أهلي والاتحاد الأهلي والاتحاد مال جدة لا مال الرياض الأهلي والنصر دخل وزع في الدوري السعودي وقف دقيقة الدوري السعودي مو يروح يضربون لاعبين يفترون بس المفروض هذه ايه المفروض هذه يخلونا في التعصب الرياضي يفترون بس يفترون وتعال لما يصيرون واذا صاروا متحف لهم ضرب بالهروه جو دخل كامل يعاقبونهم صح نينجا ضربوا على مبابي يدش الملعب عاقبونه يسوون له عقابه بس يطلعونه برا حارس دقيقه هذا شبيه ابراهيم اوبج زين هذا شبيه هذا دخل شبيه ابراهيم اوبج راح له يعني المفروض اللاعب هو يسوي يا شي اخضر اكوهم ازرق يعني الخصم هاي يمكن السمران مسوي لهم عنصرية ونزل هني بعد طالع اوش يجودهم وش يجودهم حرس شوف اكثر شيء اوه صعب ما في تفتيش لا لشؤون الملعب في تفتيش مفترض اوه مفروض تفتيش ما يدشون الملعب الا بتفتيش الحين لافتات ما يدخلون اذا مكتوب عليها اساءه حق الفريق الحين قنابل بارود ما تقول ايش هاي اللي يطلع دخانها مفروض هذا اللي يمنعونها لا يدخلونها عادي في كل محل للمشجعين زين واللافتات هاكو ما يدخلون الحين صاروا يدخلون هذا اللعبه مو فلوس مو فلوس هاكو لان من وراء هاي يمكن مسوي الدموع صدقي نعم هذا يحاكمونه في المحاكم وعلى قضية دعوة جديد يعني نعم يبي يخلي العرب في الوسط ما ركنية يبي يخلي في الوسط كيف وضيع على النواقع أحمر يعطي أحمر لا يعطي أحمر صادة ليهم جي على صادة ليهم في عدة لقطات حامل الكرة إذا يتأخر في الدقائق الأخيرة يتأخر يودي الكرة إلى الحارس مر الحارس رعد الزام حق ما أطار أحمر كل ما هو حامل كرة ما عليه يضرب لكن طلعوه شكله أي قلت له أخو لا أبو التعصب الرياضي أخو بيتعصب عليه تمام ما صار شيء أوه حارس حطها في شنطته
ياخذون لك كور وفوق ياخذون لك كور الجمهور اذا تروح كوره ياخذونها زي بدا بيطلع برا موجود حارس موجود هذا لا اليوم واحد فين زين يطلعون يضعف ايش عرفهم عقب جزء التعصب شكله خلونا في هذا مثل المرضى هذا لا هاي نقطة الصراحة مميزة عقب المباراة شفنا خاصة طلع مباراة هنا عورني راسي بيضة كان أنا سيبة مو ما حامل كرة عدت سيبة أنا سيبة لا حامل كرة يخلي يحتفلية يا الله ناخذ الفيديو الثاني عن التعصب الرياضي وقازنا نص العالم يتوقع نفترض خلون الجمهور جهة يعني جمهور الأخضر جهة والجمهور الأخضر مفروض في شباب مساكين لما عليهم خص بالهوشة والتعصب الرياضي خاصة كرواتيا كرواتيا والمكسيك كرواتيا كأنها خط سباق قلت لك لا مفروض خلون شباب خلون شيء مشكلة كذي باب تجي وش هيك طراز هذا بس ما كرواتيا لأن خط سباق قال خلاص أنا أشوف هاي بيموت واحد شوف الكوس أي لا لازم تلاقيهم شرطة 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 وش بتسوي تنقب بس برازيلية وكرواتية 2014 كأس العالم 2014 شوف 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 أول شيء تقول ما عندهم شيء نفس يعني كل مباراة فيها فكرة تصير فيها حماس لا تجري ولا تجري ولا لازم تيمبو لازم كبار مثلا واحد ولده صغير يضحك ودني المباراة ودني المباراة ومسكين يروح المباراة ويتابع بوكس يتابع بوكس بعد شايب هو ما عليه بشيء جاي شجع مسكين اي داي مودي ولده وش رايكم؟ وش رايكم في المانشستر هاي وش رايكم؟ وش رايكم تبغوا الجمهور يا بعض لو كل جمهور في جهة واحدة؟ اكتبوا في التعليقات يلا ها قاز رافع وطالع البلاصات تتفلع هذا مال كرواتيا يفلع على البرازيل ويصير مال كرواتيا ما يندرس منهم اكو المكسيك بعد موجود على المكسيك لكن المقطع مكتوب المكسيك قصدي برازيل كرواتيا 2014 ايدش بينهم 2014 من اخذ المانيا لا نهائي الارجنتين الارجنتين والمانيا اخذت ولا هذا فاز ولا ذاك فاز ومساكن حصلوا بكوس ولا فاز فريق وصلنا وياكم احبابي الى نهايه الحلقه في برنامج قادرة لا تنسون لايك شير وسبسكرايب فعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد وانشروا المقطع في كل مكان مع السلامة قازرة شباب قازرة